كابتن بمنتهى الصراحه تصريح مين افضل كابتن حسن شحاته ولا محمود الخطيب في كلاعب؟ شوف كابتن انا هقول لك يعني هجاوب عليك كل واحد ليه ميزه بامانه يعني الخطيب افضل بالنسبه لرايي الخطيب افضل موهبه جت في مصر افضل لاعب موهوب جه في مصر بلا جدال بلا استثناء كابتن حسن لعيب طبعا كبير وليه مكانته خدت بالك لكن الخطيب احسن موهبه ده بالنسبه لرايي انا الخاص يعني برغم ان الكابتن علي خليل نفسه قال انصف كابتن خطيب وقال افضل موهبه في تاريخ مصر وجت في مصر لحد وقته لكن مجرد السؤال بتاع كابتن خالد غندور بيحسم الامر هو لما جه يقول هو مين احسن لعيب موجود كابتن خطيب ولا كابتن حسن شحاته يعني هو حصرها في الاثنين دول وانا بقول له لو سالتني احسن لعيب في تاريخ الزمالك مين هقول لك كابتن حسن شحاته صحيح مش عايزه اتصال يعني صحيح ملك النص كابتن فاروق جعفر لعيب كان ذكي وقصه يعني ده هي انما الكابتن الخطيب لا والنبي ما تجوش في الكوره تتناقشوا يعني في الحته دي يعني انا واحد من الناس كنت استمتع جدا طبعا حط الكابتن خطيب كابتن علي ابو جريشه كنت استمتع بيه جدا كنت اتمنى الكابتن حسن شحاته كنت اتمنى اللعيبه دي تكون موجوده في النادي الاهلي كابتن الشاذلي مصطفى رياض الاثنين دول كانوا عجوبه في كره القدم لكن احنا الكابتن علي وهو يلخص الامر في الموهبه وفي القدرات الكابتن الخطيب لو حصل الاحتراف بتاع اليومين دول وحد احتضنه كنت هتشوف لعيب على نسق فريد في العالم يعني وده الحقيقه يعني اذا كان الكابتن فاروق جعفر دافع باختيار الكابتن علي خليل لا يا سيدي جبنا لك الكابتن علي خليل نفسه وكان رايه ايه